يعطيكم العافية. عندنا شغلة مهمة وايد ناس، مو وايد ناس، الكل تحتاج هذه الشغلة. شنو هذه الشغلة؟ الفلوس. منو ما يبي فلوس؟ كلنا نبي فلوس عشان نعيش. رب العالمين عز وجل أعطانا حل بسيط جدا حق اللي ما عنده فلوس، حق اللي يشكو الفقر، حق اللي يبي يزيد فلوسه. في القرآن الكريم يقول عز من قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. رب العالمين يقول استغفر كل يوم، استغفري كل يوم راح تحصل فلوس. شلون تحصل؟ شلون تحصلين؟ العلم عند رب العالمين، هو قال لنا استغفروا وراح أرسل عليكم الأموال.